نلعب اللحظات الأخيرة من عمر الجولة الأولى. المغرب بدأ يضغط شيئا فشيئا على منطقة جزاء المنتخب التنزاني. مروان شماخ بالراس ممتازة. يا سلام يا الحمداوي، ذكرتنا بأهدافك مع الأياك، ذكرتنا بمباراتك ضد الميلان، ذكرتنا بمباراتك في الكلاسيكو ضد فاينور. هنا يا سلام على التحضير من مروان، يهيئ لمنير الحمداوي تفاهم مثالي، غاب في المباريات السابقة. وان تو الشماخ يحضر، ما فيش مشكل بالراس لمنير الحمداوي على الطاير تماما، وصعب عليك يا جوما، جيبها من الشبكة يا جوما، لأن أنا أمامك هداف كبير اسمه منير الحمداوي. يا سلام على دي العملية بالراس من مروان، ما فيش مشكل، الحمداوي على الطاير. لذلك أقول صعب عليك يا جمعة، صعب عليك يا جملة.